بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 96. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. تقدم في الحلقة الماضية حديث الشيخ المؤلف رحمه الله عن صيام عاشوراء من وجه موافقة اليهود فيه أو مخالفتهم، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صومه في الجاهلية قبل قدومه المدينة. وقفنا عند قوله رحمه الله: وقد قال بعض أصحابنا إن الأفضل صوم التاسع والعاشر، وإن اقتصر على العاشر لم يكره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ رحمه الله يقول: بعض أصحابنا، عن الحنابلة، يقول الأصل أن يصوم التاسع والعاشر، هذا هو السنة، فإن اقتصر على العاشر فلا بأس بذلك، لأن هذا هو الأصل. فدل على أن صوم التاسع ليس من باب الوجوب، وإنما هو من باب الاستحباب، والحكمة فيه المخالفة لليهود في الصورة. نعم. ومقتضى كلام أحمد أنه يكره الاقتصار على العاشر، أنه يكره الاقتصار على العاشر لأنه سئل عنه فأفتى بصوم اليومين وأمر بذلك، وجعل هذا هو السنة لمن أراد صوم عاشوراء، واتبع نعم في ذلك حديث ابن عباس. نعم. هو وإن كان بعض الحنابلة يرى جواز إفراد العاشر، لكن الأصل أن الإمام أحمد رحمه الله إمام المذهب على خلاف ذلك، فإنه يكره الاقتصار على اليوم العاشر، ويستحب ويؤكد أن يصام التاسع والعاشر عملا بالسنة الثابتة عن ابن عباس وغيره في ذلك. نعم. قال: واتبع في ذلك حديث ابن عباس، وابن عباس كان يكره إفراد العاشر على ما هو مشهور عنه. نعم، هذا هو الأصل. الأصل أنه لا يفرد العاشر، وإنما يصام يوما، يصام يوم قبله، هكذا وردت السنة. نعم. ومما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدر الهجرة ثم نسخ، ذلك أن اليهود إذاك كانوا لا يتميزون عن المسلمين، لا في شعور ولا في لباس، لا بعلامة ولا غيرها. نعم، هذا كما سبق أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب إلا فيما أمر بمخالفتهم فيه، ولذلك كان لما قدم المدينة يوافقهم في بعض الأمور، ومن ذلك القبلة، كان يصلي إلى قبلته بيت المقدس. ثم لما استقر في المدينة ونزل تفاصيل الشريعة، عند ذلك أمر بمخالفة أهل الكتاب، ومن ذلك مخالفتهم في صوم يوم عاشوراء بأن يزيد يوما قبله. نعم. قال: ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي. نعم. ثم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وتكامل الشريعة بوفاته صلى الله عليه وسلم، استقر هذا الأصل، وهو الأمر بمخالفة غير المسلمين من اليهود والنصارى والأعاجم والجاهلية والأعراب وغير ذلك من أمور المشابهات المنهي عنها. تقرر هذا وثبت واستمر بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم
وظهر هذا غاية الظهور في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث وضع شروطا لمخالفة أهل الكتاب. نعم. وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار، فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع بذلك. وهذا وجه آخر من بيان الحكمة في البقاء على ما كان عليه أهل الكتاب في أول الأمر، أنه لما كان المسلمون في حالة ضعف كانوا يتألفون أهل الكتاب، ولا سيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى الإسلام وكان يتألفهم، ولما قوي الإسلام ولم يبقى فيه مطمع لليهود ولا للنصارى، عند ذلك تميز الإسلام وأمر بمخالفة غير المسلمين. نعم. ومثل ذلك اليوم، لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم على المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. نعم. وهذه مسألة استطراد لما سبق، أنه في حالة ضعف المسلمين قد لا يخالفون أهل الكتاب، لا يخالفون أهل الكتاب في ما ليس هو من شركهم ومحدثاتهم وبدعهم، وإنما هو من أصل دينهم تألفا لهم من ناحية، ولأجل أن يسلم من شرهم من ناحية أخرى. ومن الوجه الثاني، لو كان المسلم بدار الكفار حربا أو غير حرب وكان إذا خالفهم تبين أنه مسلم فيلحق به أذى ويلحق به ضرر أو خطر، فحينئذ يباح له أن يتظاهر بشيء من عاداتهم وتقاليدهم لأجل أن يسلم من شرهم، ويكون هذا على القاعدة من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، أو كان يتحقق بذلك مصلحة في أنه يأتينا بأخبارهم وأسرارهم وما يبيتونه لنا، فإنه لو ظهر مفارقا لهم في بلدهم حذروا منه، فهو قد يتزيى ببعض زيهم أو يظهر ببعض مظاهرهم من أجل أن يأمنوه حتى يطلع على أسرارهم التي يكيدون بها للمسلمين. نعم. رحم الله ابن تيمية، هذه الشيخ مسألة في غاية الدقة. نعم. إذن المسلمون المقيمون الآن في بلاد الكفر في الغرب والشرق لهم أن يترخصوا في بعض ذلك؟ إذا كان المسلمون كثير عددهم ولهم كيان، يختلف هذا عن الفرد. فالمسلمون الآن ولله الحمد في البلاد الأخرى جاليات كبيرة. نعم. ولها مراكز. نعم. ولها اعتبار. فهي تختلف عن الفرد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية ففيها شرعت المخالفة. نعم. كلما كان المسلم أقوى فإنه تشرع المخالفة، ومن ذلك إذا كان في بلاد المسلمين وبين المسلمين وبين عدد كثير من المسلمين، فإنهم حينئذ يكون لهم قوة، فلا داعي إلى أنهم يتنازلون عن شيء من الزي أو من المظهر. نعم. وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة تختلف لهم باختلاف الزمان والمكان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا. أي نعم، تختلف باختلاف الزمان والمكان واختلاف المكان. اختلاف الزمان كما سبق في أول الإسلام. نعم. واختلاف المكان إذا كان الإنسان في بلدهم وهو وحيد وليس له كيان. نعم. لكن ترى يا شيخ مثل هذه الأقليات أنها لها كيان وجمهرة أتباع. نعم نعم، ولها اعتبار أيضا، ولها اعتبار عند الدول. نعم. صلى الله عليك. الوجه الثاني، لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ أي في شرع من قبلنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم
هو الذي كان له أن يوافقهم، لأنه يعلم حقهم من باطلهم بما يعلمه الله إياه، ونحن نتبعه. فأما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من الدين عنهم. الوجه الثاني لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان له أن يوافقهم، لأنه يعلم حقهم من باطلهم بما يعلمه الله إياه ونحن نتبعه. فأما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من الدين عنهم، لا من أقوالهم ولا من أفعالهم، بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو قال رجل يستحب لنا موافقة أهل الكتاب الموجودين في زماننا لكان قد خرج عن دين الأمة. نعم. الوجه الثاني من وجهي الجواب عن قولهم إن شرع من قبلنا شرع لنا أنه إنما يعرف شرعهم ويعرف شرعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يعرف ما عليه الكتاب من الحق والباطل. أما نحن فلا نعرف الحق من الباطل عندهم، فلا نندفع معهم ونقول هذا لم يرد فيه نسخ، أو لا يعلم الشخص أنه منسوخ فيندفع معهم، بل عليه أن يتوقف فيما لا يدري عنه، هل هو منسوخ أو باقي، هل يشرع لنا موافقتهم أو مخالفتهم، عليه أن يتوقف حتى يتبين ولا يندفع معهم، ويقول ما دام أنه ما عرفت أنه منسوخ فأنا في سعة، ويفعل مثل أفعالهم لا سيما في العبادات، فهذا أمر خطير جدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث أن نقول بموجبه كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم إنه أمر بمخالفتهم، وأمرنا نحن أن نتبع هديه وهدي أصحابه السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. الوجه الثالث أنه كان يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر بمخالفتهم ثم أمر فيه. نعم. هذا كان في الأول. فليس حجة أن نستمر عليه. نعم. لأنه أمر صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم وأمر أمته بمخالفتهم، فنحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونخالفهم فيما أمرنا بمخالفتهم فيه، ولا نبقى على الأصل ونقول أننا نحب أن نتبعهم فيما لم نؤمر بمخالفتهم فيه، فنحن لا ندري عن الأوامر والنواهي تفصيلا، وإن علمنا بعضها إجمالا، فعلينا أن نتوقف في هذا الأمر، لأن هذا دين ولا يجوز تشريع دين من غير دليل. نعم. قال: والكلام إنما هو في أن منهيون عن التشبه بهم فيما لم يكن سلف الأمة عليه، فأما ما كان سلف الأمة عليه فلا ريب فيه سواء فعلوه أو تركوه، فإن لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله، مع أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقون عليه إلا ولا بد فيه من نوع مغايرة يتميز بها دين الله المحكم مما قد نسخ أو بدل. هذا وجه آخر، وهو أنه إذا أشكل علينا ما عليه أهل الكتاب من اليهود والنصارى، نعم، هل نخالفهم فيها أو لا نخالفهم، ليس عندنا دليل من الشرع من أمر أو نهي، فإننا ننظر ما كان عليه سلف الأمة لأنهم القدوة وهم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فما كانوا عليه نكون عليه، وما خالفوه نخالف فيه. هذا هو لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين، وقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، قوله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية: هم من كان ما على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنحن ننظر ما كان عليه السلف الأول، هل كانوا يوافقونهم في هذا الأمر أو يخالفونهم، فإن كانوا يخالفونهم خالفناهم، وإن كانوا يوافقونهم فيه وافقناهم، لأننا نعلم أن هذا من ديننا. نعم. إذن هذا جواب عما سبق في تأكيده رأي أحمد رحمه الله في صوم عاشوراء. نعم. ومثل شبهه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع
والآثار والاعتبار ما دل على أن التشبه بهم في الجملة منهي عنه، وأن مخالفتهم في هديهم مشروع، إما إيجابا وإما استحبابا بحسب الوضع بحسب المواضع. وقد تقدم بيان أن ما أمر به من مخالفتهم مشروع، سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد. وكذلك نعم، هذه مسألة. وأنه يقول رحمه الله أنه سبق في أول هذا الكتاب إلى هذا الموضع بيان منع التشبه بأهل الكتاب وبغيرهم من غير أهل هذا الدين بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة والآثار، كل الكتاب من أوله إلى هذا الحد. ثم انتقل إلى مسألة جديدة وهي، أعد العبارة، قال أن ما أمر به من مخالفتهم مشروع سواء كان ذلك الفعل مما قصد. نعم، انتقل إلى مسألة جديدة قد يغالط فيها بعض الناس، وهو أنه يفعل ويتشبه بالكفار، ثم إذا نهي عن ذلك قال أنا ما قصدت ولا نويت التشبه. نعم، أنا ما قصدت ولا نويت التشبه. فنقول ليس الأمر مبنيا على النية والقصد، الأمر مبني على المظهر، فأنت منهي عن الظهور، منهي عن الظهور بمظهرهم والسير على خطتهم سواء قصدت أو لم تقصد، لكن إن قصدت فالأمر أشد، وإن لم تقصد فأنت منهي عن ذلك ولا تستمر عليه. نعم، قال سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد، فليس المدار على النية، وأنه لا يكون متشبها إلا من قصد التشبه، بل العبرة بالفعل والقصد والمظهر. نعم، وكذلك ما نهي عنه من مشابهتهم يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أو لم تقصد. نعم، فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها، وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه كبياض الشعر وطول الشارب ونحو ذلك. نعم، فإن هناك أشياء معلوم أن المسلم لا يقصد التشبه بهم كبياض الشعر، لأن بياض الشعر ما هم من فعله. نعم، وإنما هو خلقة، ومع هذا نهينا عن التشبه بهم في ترك الشعر أبيض. قال إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، أمرنا بصبغ الشعور بغير السواد، صبغ الشعور بغير اللون الأسود، أما اللون الأسود فهو محرم لقوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوا السواد، ولوصفه صلى الله عليه وسلم أقواما يأتون في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام، قال لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وهذا من باب الوعيد الشديد. فالسواد لا يجوز الصبغ به، لكن يصبغ الشعر الأبيض بغير السواد من حمرة أو صفرة أو غير ذلك من الألوان التي تغاير ما عليه أهل الكتاب، وإن كان هذا البياض ليس من فعلهم. نعم، فنحن المقصود إنما نظهر بمظهرهم بحيث لا يميز بين المسلم والكافر إذا ظهر بمظهرهم، هذا هو المقصود. فإذا كان هذا في الأمور التي من الخلقة وليست من الفعل، فلأن يكون هذا في الأمور المقصودة والمفعولة من باب أولى. نعم، قال رحمه الله: ثم أعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام، أعمال الكفار يعني، قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم أو لا يعلم أنه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الآن، وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن، وقسم لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوه. نعم، الأول، أعيد، ثلاثة أقسام. القسم الأول ما علم أنه مشروع في ديننا، مشروع في ديننا، فهذا نفعله لأنه مشروع في ديننا، ولو كانوا هم يفعلونه فنحن لا نفعله تشبها بهم. نعم، وإنما نفعله امتثالا لديننا. نعم، وقسم كان مشروعا لهم ثم نسخه شرع القرآن. القسم الثاني كان مشروعا لهم ليس من إحداثهم، لكن القرآن نسخه كاستقبال القبلة، القرآن نسخ استقبال بيت المقدس
فنحن ندور مع القرآن وندور مع شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا يفعلونه عن شرع متبعين له في دينهم. نعم. وقسم لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوه، وهذا القسم الثاني ليس مشروعا بحال من الأحوال، لا أنه مشروع ومستمر، ولا أنه مشروع ثم نسخ، وإنما هو من إحداثهم، هذا باليقين أنه لا يجوز فعله لأنهم هم خاطئون فيه. نعم. وهذه الأقسام الثلاثة إما أن تكون في العبادات المحضة، وإما أن تكون في العادات المحضة وهي الآداب، وإما أن تجمع العبادات والعادات، فهذه تسعة أقسام. تسعة أقسام من ضرب ثلاثة في ثلاثة، الثلاثة الأولى ما كان شرعا مشروع في ديننا، ما كان مشروعا في ديننا، ما كان مشروعا في دينهم ثم نسخ، ما كان من إحداثهم، اضربه بثلاث أحوال، ما كان من باب العادات المحضة، أو من باب العبادات المحضة، أو منهما جميعا، فهذه ثلاثة في ثلاثة، تسعة أمور. نعم. قال: فأما القسم الأول وهو ما كان مشروعا في الشريعتين، أو ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه، فهذا كصوم عاشوراء أو كأصل الصلاة والصيام، فهنا نعم ما كان مشروعا لهم ولنا، أو كان مشروعا أصله لنا، أصله لهم ولنا، هذا الأول ما كان مشروعا لهم ولنا. نعم. قال: فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل. أعيد الأقسام. أما القسم الأول وهو ما كان مشروعا في الشريعتين، أو ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه، فهذا كصوم عاشوراء أو كأصل الصلاة والصيام. ما كان مشروعا، نعم، في الشريعتين، ما كان مشروعا في الشريعتين القديمة والحديثة وهي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أو كان مشروعا لنا ثم هم يفعلونه، فنحن مأمورون بفعله عملا بشريعتنا في الحالين، لأنه مشروع في ديننا، سواء كان مشروعا في دينهم أو كانوا هم يتبعوننا فيه، فنحن نفعله، وذلك مثل صوم يوم عاشوراء، فإنه مشروع في جميع الديانات، ديانة موسى وديانة محمد صلى الله عليه وسلم، وكأصل الصلاة، الصلاة مشروعة في جميع الأديان لكن تختلف صفتها. الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فهو مشروع أيضا وإن اختلفت صفته، فهذا هو مجال الكلام. نعم. قال: فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل. تقع المخالفة في صفة العمل لا في أصله، لا نترك الصيام لأنهم يصومون، نعم، لا نترك الصلاة لأنهم يصلون، وإنما نخالف في الصفة فقط، ولذلك شرع صلى الله عليه وسلم صوم يوم التاسع قبل اليوم العاشر من باب المخالفة، هم لا يصومون اليوم التاسع. نعم. قال: كما سن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء. نعم. وكما أمرنا بتعجيل الفطور والمغرب مخالفة لأهل الكتاب. نعم، هم يصومون، الصيام مشروع، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكن نخالفهم في الصفة، وهي أننا نؤخر السحور إلى طلوع الفجر، ونعجل الفطر عند غروب الشمس، لأنهم هم كانوا يخالفون في هذا، فكانوا يبدأون الصيام غير بدايتنا وينهونه في غير إنهائنا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت أخي عبد الله السلولي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.